جمهور نادي الاهلي والناس شايفه ان امكانيات صلاح جمعه اكبر من كده. صلاح جمعه ممكن يشيل نادي الاهلي، صلاح جمعه لو ركز في الحته بتاعته دي ممكن يبقى موجود في ليفل تاني خالص. فانا فاهم القصه دي كويس، لكن الحمد لله ان الواحد مر خلال الفتره اللي فاتت بدروب قدر ان هو يعديه. دي اول حاجه. تاني حاجه يمكن المره دي مختلفه، انا شايف ان صالح جمعه محتاج النادي الاهلي، والنادي الاهلي الفتره دي محتاج صالح جمعه. ده كان تصريح منك يا صالح ان انت قلت ان دايما النادي الاهلي هو اللي كان بيحتاج صالح جمعه، لكن دلوقتي صالح جمعه هو اللي محتاج النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، يعني انا دلوقتي محتاج النادي الاهلي، والنادي الاهلي في فتره برضه محتاج لعيبته، محتاج المواهب اللي عنده، محتاج اللعيبه اللي بتحب النادي. فانا خلال الفتره دي باخد برنامج بدني مع حسين عبد الدايم، بتمرن صبح وبالليل، يعني خلاص قافل على نفسي بشكل كويس جدا. حابب ان انا اظهر من بدايه يناير بشكل كويس، اظهر فيت، مركز جدا ان انا اول مباراه لازم يبقى شكلي مختلف تماما. بعدت فتره الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله الجاي هيبقى مختلف تماما ان شاء الله.